احنا دائما التعامل ديالنا مع الاذاعه والتلفزه ماشي احنا اللي كنمشيو عند الاذاعه والتلفزه، هي اللي كتجي عندنا باش كتتفق معنا وهذا سميتو. ولكن كما كتعرفوا على انه كاين واحد الحصار على الرواد وعلى الناس القدام، الناس اللي خدموا الاغنيه المغربيه، كاين واحد الحصار من طرف القناتين، القناه الاولى والقناه الثانيه. ما كيفكروش دائما في الرواد، فيعني هما دائما كيفكروا كيقولوا للشباب وصافي، فهمتيني، الناس اللي خدموا الاغنيه ما بقاوش كيفكروا فيهم نهائيا. اذا حنا ما يمكن لناش نمشيو عندهم نقولوا نطلبوهم، هما اللي خصهم يجيو يتعاملوا معنا. يعني ما كاين حتى شي طلب يعني من يعني مدير ديال الاذاعه والتلفزه سيل على شي انكم مثلا ترجعوا تحييوا القناه، لان تبارك الله راكم يعني كيف كنقولوا راكم من اهل ديال القناه الاولى والاذاعه المغربيه يعني. اييه نعم نعم، يعني هما الان كيسعوا باش يحيدونا من الساحه الفنيه، كون بقاو كون حيدونا. شكون هما؟ هما هاد المسؤولين اللي هما على القناة الأولى والقناة الثانية، على رأسهم السيد العريشي، فهمتيني، هادو ناس عاملين حصار على الأغنية المغربية، الأغنية يعني اللي تأسسوها هاد الناس، هاد المؤسسين هادو كلهم تبدلوهم، بغاو يبدلوهم، بغاو يحيدوهم، فهمتيني، وبغاو يخليو ما اسمه الشباب 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 صافي، هادشي اللي كاين، باغيين يعملوا هذا التغيير هذا. ولكن ينساو واحد القضيه، ينساو باللي الحقوق ديال هاد الناس اللي هما سميتو راه هضموا الحقوق ديال هاد الناس اللي هما سعوا في نشر الاغنيه المغربيه، فهمتيني، واللي خدموا فيها واللي ضحاو فيها وما استفدوش فيها، في كثير من الاحيان ما استفدوش، فهمتيني، بغاو يحيدوهم نهائيا، فهمتيني، كاينه شي ايادي ما لا نعرفها. سي ادريسي، شنو رسالتك ربما لهاد المسؤولين اللي كيحاولوا انهم يدمجوا الشباب وينساوكم انتم كبار الفن واهرامات ديال الفن وديال يعني الاغنيه المغربيه؟ اثبتوا، كنقول لهاد الناس، كنقول لهم راهم غالطين بزاف، لانهم كيسعوا الى محو التراث المغربي، فهمتيني، وكيسعوا الى محو الناس اللي خدموا في الفن المغربي واللي ضحاوا واللي يعني خدموا بلا فلوس. احنا خدمنا في واحد الوقيته، خدمنا بلا فلوس، احنا ضحينا من اجل هذا الوطن هذا باش الاغنيه المغربيه تسمع خارج الحدود،